السلام عليكم. شكرا على حضوركم وشكرا على حضوركم انتم اخذين من وقتكم الثمين ومن برامجكم اكيد في الانتنسيف ارت ويك ذات وي هاف اراوند ذا وورلد. طبعا بلا مقدمة كل واحدة منهم تركت بصمة في مجال التقييم الفني سواء في العالم العربي أو في العالم بأكمله. فلي الشرف أني أكون أو أدير حوار اليوم مع نساء رائدات في هذا المجال. طبعا حيكون الحوار حقنا عبارة عن حوار معظمه بالعربي ويمكن في بعض الأجوبة بالإنجليزي كمان، فحيكون a casual conversation. نحاول ندخلكم فيه إن شاء الله إلى عالم التقييم الفني بمناظير مختلفة. وبس أظن نبدأ. أتوقع حبدأ الحوار بسؤال أنا تسألته صراحة اليوم من أحد الزملاء أو الأصدقاء خلينا نقول، وقالت لي رنيم أنا أبغى أتخيل كيف غرفتك أنت كقيمة فنية، لأنه كيف يقول الغرفة أو البيت يعكس شخصية الشخص. بصراحة استوقفني السؤال، وقبل ما أجاوب بجوابي أنا حابة أبتدي بإني أسألكم هذا السؤال، كيف غرفة أو بيت أو مكتب كل واحدة منكم كيف شكله أو إيش موجود فيه؟ يلا نبدأ. I'm gonna switch into English. My room is an extremely quiet space, but my study is immensely cluttered. I have a lot of books. The lesser amount of the books are art books. I have a lot of books on يعني philosophy mainly. I have two dogs that interrupt all my meetings. And I guess the third thing that I have in my space is toys. لأن I think that there's a good sort of balance between the serious and my study and the playful. وأحس هالشيء يعكس يعني my thinking in general. ف yeah, those are the three things. Interesting. Toys, dogs, books. My room is quite different. Well, before I go on and answer your question, دقيقة ليش أتكلم إنجليزي؟ I'll do it in Arabic. بالعربي. Do it بالعربي. عربي. في البداية حابة أشكر مؤسسة بناء لدرعية على الدعوة ومشكورين على الحضور. بالنسبة حق غرفتي، غرفتي تتكون من كثير أشياء، فيها كثير كتب عن الفلسفة، عن التاريخ، عن مرات حتى عن العلوم، كثير كتالوجات، وغير شيء عندي بعد أعمال فنية وأشياء بشكل عام أجمعها من ناس وناس يعني. فهالغرفة طبعاً أتوقع نفس الجميع، كلنا فترة كوفيد نفس تمينا في غرفنا، اشتغلنا في غرفنا، عشنا في غرفنا، خذنا يعني الهامات، كل هالشغلات كلها كانت في هالعالم الصغير اللي هو في غرفنا، واستمرينا على العمل، استمرينا على التطور. Last but not least. أول مرة سؤال رهيب الحقيقة يعني، وخلاني مرة أفكر من جد أنا إيش عندي موجود. بس أفتكر إنه دائما اللي كانوا يزوروا البيت دائما كانوا يستغربوا إنه أنا ما عندي أي أعمال فنية موجودة في البيت، وهذا الشيء اللي خلاني actually أبدأ أجمع وأقتني أعمال فنية، لأنه لاحظت إنه من جد أنا محيطي دائما أنا أشتغل في مجال الفن اللي الآن 6-7 سنين، بس ما عمري فكرت إنه يعني حيكون هذا الجزء حتى برضو موجود في البيت في جدران. أكثر شيء أقتني الحقيقة ودائما في السفر أحرص إني دائما أزور المكتبات، فغرفتي أو المساحة اللي أنا دائما أتواجد فيها دائما محاطة بالكتب، ودائما أرجع لها كل ما أحب أفكر عن الفن أرجع للكتب والقراءات المتعددة. فهذه هي المساحة. والحقيقة يعني زي منيرة الكلب حقي ضروري جدا في ترند يا جماعة قاعد يصير ولا ما يزال بس يا وسنتمنتال يعني
إن كانت خرائط عن مثلاً مدينة جدة أو رسومات يعني مخطوطات مختلفة، أو إن كانت مثلاً صور عائلية، هذه دائماً بخليها قريبة من قلبي وبخليها قريبة من مساحة الشخصية. يعني it's very يعني صراحة مرة شيق الاختلافات في أجوبتكم، لأنه أنا أحس إنه جزء من دور القيم الفني، وهذا أتوقع إنه حيكون محور نقاشنا اليوم، اللي هو أدوار أو الأدوار المختلفة اللي يأخذها القيم الفني في عالمنا، وإحنا كقيمين فنيين ممكن أقرب شيء لنا اللي هو المحيط اللي حوالينا 24 ساعة، حتى الأشياء اللي فيها تروي قصتنا نحن. وأتوقع إنه هذا جزء من تعريف التقييم الفني أو التقييم عامة ككيوريشن. وهنا يعني أتوقع حندخل على ما في تعريف معين أو مصطلح معين ممكن تعرفي فيه كيوريشن أو هو التقييم الفني، وما هو دور التقييم الفني. فقبل ما أفتح المجال لكم أنكم تجاوبوا، حابة أسمع من الجمهور، أو مو أسمع، حابة أعرف من الجمهور إيش اعتقادكم أنتو على معنى أو دور القيم الفني. تحتكم حتلاقوا فيه صبورة، والصبورة تقدروا ترفعوها، إذا ممكن تكتبوا فيها دور أو دورين لإيش تتوقعوا أنتو دور القيم الفني في العالم. ما في جواب صح أو غلط، don't worry، هذا بس تمويه. لو نشوف أجوبتكم. So we have storyteller through a medium, open up people to new narratives, discovering artists, putting together shows, tell the story, stories of artists and communities and cultures. We have a Squid Games drawing, but I'll ask you later, Ammar, on that drawing. And telling stories. Happy telling stories. Kelly, I cannot read your handwriting. Support. And supporting new artists. من وراء المساعدة. Defining the culture. Interesting. معرفة أحاسيس الفنان. والله يعني لو أقدر أقول لكم إنه ولا واحدة من أجوبتكم غلط، إنه I'll try and read it. Connecting artists' values to human interpretation through to human interpretation. I think I'm right. Well, that's correct. Thank you very much. The ultimate connection. That was the Squid Games drawing, by the way. The ultimate connection. Can't tell the stories of those that can't tell their own stories. تطوير الذائقة الاجتماعية. والله يعني I think هذا بحد ذاته يعبر على إن كيف فعلًا ما في تعريف موحد. وأرجوكم شاركوني الرأي، أو شاركوا حتى الجمهور الرأي في إيش أراكم على تعريف دور القيم الفني في المجتمع. Can I abtedي؟ راح أشارك إجابة واحدة من زميلاتي. هي تعرف دورها ككيريتر ك50% psychotherapist و the other 50% a wedding planner. بس بالنسبة حق دوري أنا شخصياً يعني ككيريتر، هو طبعاً من تجربتي اشتغلت يعني اشتغلت كinstitutional curator، فطبعاً ككيريتر الدور يكون مبني على أن الكيريتر يكون وسيط بين الفنان والعامة الناس، وفي نفس الوقت احنا يعني بشغلنا نشتغل على
توحيد صوتين اللي هو لنا في النهاية يعني نشتغل حق مؤسسة ونمثل وجهة نظر مؤسسة، ففي هو ال institutional voice وفي نفس الوقت ال institution ال artist voice، فيعني take فال creator إنه يعني filters هال ال streamline ويشتغل التمثيل أو التنفيذ مشاريع اللي بهالوسط، بس في نفس الوقت هاي التعريف الأساسي البسيط، بس في نفس الوقت الكريتر يلعب كثير أدوار. الكريتر هو يبني علاقة شخصية مع الفنانين، يبني علاقة مع الناس اللي يزورون المعرض، يبني علاقة مع يعني مع يعني it's really open. وبهالسبب إنه يعني في كثير أدوار تختلف. وأنت قلتي يعني نقطة مرة مهمة إنه هو a curator بين ال institution and بين ال الفنان، فلنفترض فمن يرى I'd like to know يعني خارج هذا ال institution as well كدور ال curator كيف ممكن يكون مثلا تعريفه مختلف مثلا من هذا المنظور. اكيد انا as an independent curator I consider myself a cultural instigator و I consider that there are streams of voices. So unlike when you think about institutional thinking where there's an يعني things are imposed through institutions, there's always a larger agenda. There are ties to the next exhibitions and past exhibitions, and that is something that goes back to sort of a bigger frame, which is, you know, tied to the reality of like identity building for a country. This is why museums are extremely important. But at the same time, I think on the other side, it's necessary to have independent curators for a reason. First of all, there's the reason that you just don't want to adopt somebody else's ideas, and you could be heavily opinionated like myself. But alongside that, that there needs to be, I mean, there's something that we were talking about a bit earlier, this idea of locality, that you know we are thinking without the construct or the restrictions of a wider sort of agenda. You're thinking, when you're thinking independently, you're thinking from the ground up. You are speaking in a voice that is honest and reflective of the state that the place you're occupying actually is. So then you're saying a story. You're saying a story that could be understood today or understood 30 years down the line as vital. And then that adds to your practice. فأحس إن الشيء المهم إن يعني دائما الشخص يكون مركز على the ground. You know, from the ground up. And looking at the region, we have a lot of top-down institutions and spaces and places. For the role of the independent curator becomes extremely important as somebody who doesn't disrupt but connects. And that connectivity is essential. And the artists that you're looking at on the ground are going to be the artists of tomorrow. And the thinking is going to be something that is extremely, I think, honest in its nature. يعني I think I sit on the other side of the same coin perhaps you know yeah I think يعني حتى يعني coming from a curatorial perspective of there are specific roles that I think we all agree are missing in whether it's the ecosystem, the infrastructure, and they're being built as we speak in the region as a whole, but I think في تحديات ومواقات كثير أو let's say عقبات كثير نتحاول إحنا نتخطاها ك قيمين فنيين، لأنه حكم هذه ضرائب، خلينا نقول ضرائب ندفعها لأنه شغلنا وشغفنا هو في التقييم الفني. وأتوقع وجدان من قلب الواقع اليوم وإحنا قاعدين يعني في البيانالي، ومن تجربتك هنا مع عدد الفنانين اللي هنا في فترة زمنية معينة، القبعات المختلفة اللي يلبسها القيم الفني، كيف ممكن نتجاوز هذه التحديات؟ هل هي كون إنك معرفتك بالفنان تسمح لك إنك تتجاوزي، هل تبني
عقبات أكبر أم يعني ممكن تعطينا منظور من أو منظورك لهذا الموضوع؟ شكرا على هذا السؤال الحقيقة يعني سؤال جدا جدا مهم. أنا من تجربتي أنا أحس إنه العلاقة أو مع الفنان بتسهل كثير في مسألة التقييم الفني اللي هو الكيوريتنج. يعني واحدة من الأشياء اللي دائما كنت أفكر فيها يعني مثلا لما بيجيك بروبوزل أنت بتعرفي اللي هي طبيعة عمل الفنان فتقدري أنت تشوفي كيف هذا الفكرة الجديدة مثلا لعمل فني جديد إن كانت لتكليف فني أو لمعرض معين تقدري أنت تعرفي مدى يعني الكونكشن حقها أو يعني الصلة حقت هذا العمل الفني بأعمالهم السابقة ولا كيف هم بينظروا لهذا المشروع. بتكون مثلا طبعا لما بتكون تعرفيهم على مدى سنين بيسهل كثير في الكونفرزيشن في المحادثة بينك وبين الفنان لأنه غالبا بالذات لما بتعملوا على معرض مثلا في زي سياق البينالي يعني معرض يعتبر أو يعتبر حدث فني كبير فيتطلب الكثير من المجهود من الفنان من الفريق التقييم الفني من كل الأشخاص الحقيقة اللي هم بيساهموا في نجاح مشروع بهذا الحجم. وتجي أيام لحظات ضغط شديدة وتجي لحظات الفنان ما يكون مثلاً ممكن احتمال ما يكون متأكد من فكرة معينة من طريقة تنفيذ معينة فتجي هنا اللي هي أهمية علاقة القيم الفني بالفنان من ناحية بيسهل كثير في المحادثات بيسهل كثير في مسألة الثقة أيضاً عليك هي المسؤولية أنك أنت تجسدي اللي في يوم من الأيام كان مفهوم بالنسبة له طبعاً لأنه يعني أنت بتشوفيها في البداية كفكرة لكن برضو بتكوني شاهدة على فترة التطوير لهذه من الفكرة إلى واقع وطبعاً بتحسي بمسؤولية جداً كبيرة تجاه الفنان واتجاه الجمهور أيضاً اللي هو حيشارك في هذه اللحظة وحيشوف هذا عمل الفني تبي تتأكدي أنه يكون كل شيء بأفضل صورة ممكنة فتحسي طبعاً بالمسؤولية جداً كبيرة أنه الفنان يقدر يوصل فكرته وأنت تقدر توصليها كمان من ناحية من دورك قيم فني للجمهور أيضاً على هذه النقطة أتوقع أنه يعني كلنا مرينا في مرحلة في تدخلات كثير تصير بيننا وبين الفنانين سواء يعني كلنا أتوقع علاقاتنا جدا خلاص بنينا علاقات وتصير جدا حميمة مع الفنان وتحسي أنت إنها مسؤوليتك إنك يعني إنه عمل الفنان أو المشروع هذا ينجح وتحس إنك أنت لاعبة دور مع إنك جزء لا يتجزأ من فريق كامل ومتكامل بس تحسي لأنه بحكم إنه أنت القيم الفني ف المسؤولية أو يمكن هذا بس نحن ما أعرف بس إنه يعني إنه المسؤولية عليك إنك تحققي الحلم عرفتي وتحققي هذا المشروع ويأخذ من طاقتك كثير وأتوقع والعكس والفنانين أحس إنهم مقدرين هذا الشيء وخاصة لما يتم فعلًا النجاح يحس إنه شكرًا إنه آمنتي فيهم وإنه دعمتيهم وإنه يبشرن بس أحس إنه هنا في تحدي كبير اللي هو إلى أي حد تطاوعي الفكرة وإلى أي حد تتحدي الفكرة حقة الفنان فين ترسم الخط أو ترسم الحد إنه ما يصير تدخلك أنت كقيم فني طاغي على فكرة الفنان نفسه ويعني أتوقع كلنا عندنا تجارب مرة كثير في هذا لأنه يعني خط مرة رفيع مرة صعب إنه تعرفي فين ترسمي فحابة أسمع منكم أكثر إنه لأنها it's a very interesting angle الصراحة لعلاقة ال curator مع الفنان و when do you not impose I think you should never impose when do you draw the line I think you should be able to understand the practice of the artist thoroughly and fully completely agree لأن you become the connector you know and you take the idea يعني especially when it's commissioned works you see it through بس where do you how do you continue to push it is by knowing the artist's practice from يعني from a perspective of either working with him or her prior or the fact that you are يعني that you've done your research and then the question becomes what do you ask the artist to read you know في هالفترة
يعني أنا for me this becomes the most important part is that okay so and so is for example thinking about myth. What kind of books can I give them? Where does myth start? Where does it stop? I begin to draw a mind map. Once I understand that sort of scope of their thinking, then I know, we were talking about gaps a little bit earlier, then I know where the gaps are. Exactly. Then those are the gaps that you start asking the questions about. يعني, what, how does this connect to this? And I've come to realize that the biggest way to push is knowing where to ask the questions. You know, I think the questions are, they're there. They're very much obvious. In Zain, but like, where do you, because, and it takes time to understand where to ask. 100%. Because you have to understand طبع الفنان وحالته هو, يعني اسلوبه هو كيف. إذا you don't have that, then it's going to be, you're going to be lost in translation the entire time. It's super important to be able to very simply, I guess, communicate, you know. And it goes back to any sort of human relationship is the importance of communication becomes key. So drawing up this mind map and seeing the gaps, and not only seeing the gaps, but also seeing the connections. يعني, for example, I had a studio visit just last week with the MFA upcoming graduates at NYU Abu Dhabi. And there was an artist, he's like, don't ask me what I'm thinking about, but I know that I like it. قلت له, okay, I can tell you the connections that I see. So that becomes your role. And then the moment that you draw those connections is the moment that you begin challenging them, أصلاً. I think that that's, يعني, I think that is my personal style when it comes to challenge. I challenge quite, يعني, in a forward way, but in a way that's also extremely soft, لأن it goes back to them. You said, you remember when you said na-na-na-na and it connects to this and what do you think, you know? And هنا I think it's a point where يعني صراحة throughout the يعني السنين اللي فاتت كلها احنا تحت مفهوم انه القيم الفني هو المدرب واتوقع انه انا عن نفسي في السنوات اللي فاتت اكتشفت انه الفنان هو المدرب في المعادلة الفنان هو اللي بيدربني انا مثل على قولتك مثل المفروض اسأل السؤال كيف أنا أعرف إيش احتياجاته؟ وهنا أتوقع إنه برضو حألف على الجمهور وأسأله كم تتوقعوا من الخلف يعني من شغل أو دور الكوريتر is research وكم في المية من شغل الكوريتر هو العلاقات اللي يبنيها مع الفنانين أو مع الإيكو سيستم الفني؟ لو سمحتوا أكتبوا جوابكم على السبورة لو سمحتوا. You have 30 seconds. I'll ask the question in English. How? What's the percentage of, like, from the role of a curator? How much do you think is based on as research based, and how much is connections and relationship with the artists? 14 seconds. Saad, خد صبورة. خلص الوقت اكتب جوابك بسرعة كم في المية اوكي في 30 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
time. 40, 60 defer per artist. 70, 25, 75. Oh, 25 research, so 40 research, 60 relationship. Interesting. ما كتبت شيء. 60 research. So what do you guys think? هو بالنسبة لي يعني
بداياتي في التقييم الفني هو طبعا كان في متحف فن حديث، فاغلب الفنانين مش موجودين معنا، فطبعا راح اعتمد على النسبه الاكبر اللي هي البحث. بس في نفس الوقت انه يعني اكتشفت انه شيء يعني يضيف كثير للمشروع اللي مثلا اشتغل عليه، هو ان انا ابني العلاقات مع محيط الفنان، عيلته، اهله، اصدقائه. في مشاريع اشتغلت عليها يعني بس من هالشيء، حتى مثلا اذكر في سلطان القاسمي دوم يشكر في الباور اوف سوشيال ميديا، انه يعني كيف السوشيال ميديا اصلا انها هي تخدم، بس مثلا واحد مثلا لو انا ابي اعرف عن فنان اسال اللي تابعوني مثلا، في حد يعرف اهل فلان، اهل الفنان، فن يعني نبني نفس حلقات التواصل، ومن هالمعارف الشخصيه اللي نبنيها نبني العلاقه الشخصيه مع الفنان نفسه في تكوين مشروع مثلا راح نقدمه للعامه. I think it's very interesting لانه كنا بنتكلم قبل and النقطة اللي قالتها واضحة مرة مهمة، اللي هي يعني يصير في نوعين من البحث، في بحث شخصي وبحث علمي. والبحث الشخصي هو مو شرط إن يكون الشخص متواجد على قيد الحياة معاكم، لأنه كقيمين فنيين أنت ممكن تكون قيم فني معاصر أو لحقبة الفن المعاصر، بس ممكن جدا تكون قيم فني للفن الحديث مثلا. وهنا تبان أهمية الأرشيفات والتوثيق، وخاصة لنا نحن كقيمين فنيين، لأنه نستند عليهم في النهاية، شغلنا مستند على حقائق. في النهاية أنا لازم المضمون اللي أطلعه يكون مضمون موثق، لأنه أنا جزء من عملية تثقيفية في النهاية. وأتوقع يعني برضو هذا النهج اللي مثلاً نحن كلنا نستخدمه، إنه سواء ريسيرش، أتوقع كلكم صح، لأنه ما في نهج أو منهجية معينة صحيحة للقيمين الفنيين، لأنه كل من وأتوقع كلنا we co-curated shows where استوقفنا في نص المشروع إنه أسلوبنا غير أسلوب الشخص اللي معانا قاعد ينفذ المشروع، برضو قيم فني، لأنه في النهاية يعني الأدوار ما مو شرط تكون، والعكس ناخذ من بعض ونكمل بعض في هذا المجال. ف ايش ماخذكم على المنهجيه مثلا او النهج المعين في اسلوبك في تنفيذ مثلا مشاريع معينه كقيمه فنيه؟ وجدان يعني يمكن من خبرتك ان كوكيوريشن، سواء كان حتى from previous curatorial works، is there a specific approach and methodology to curation؟ I think زي ما أنت قلتي يعني الطريقة اللي هو ما فيها طريقة صح وطريقة غلط، في طرق مختلفة للتعامل مع مثلاً معرض فني معين. والشيء اللي وجدته في التجربة الأخيرة في البيانال، إنه زي ما بتقولي الطرق والأساليب المختلفة للأشخاص اللي هما مثلاً بيشاركوك في نفس يعني في نفس الإكزيبيشن ولا في نفس المعرض بتسهم كثير في التجربة مع الفنان. فمثلاً ممكن واحد شخص يكون دوره بيطرح الأسئلة، شخص آخر بيكون دوره مثلاً بيعمل البحث وبيتجه لموضوع التعامل مثلاً مع الفنانين بطريقة أكاديمية بحتة. ففي طرق مختلفة، ولكن أنا في نظري أقدر علاقة القيمة الفنية مع الفنان، وأقدر المساحة اللي ممكن تكون هي مساحة آمنة لمشاركة أفكارهم ومشاركة بعض اللي هو الconcerns أو التخوفات أو الأفكار الجريئة أو حتى الأفكار اللي هم ممكن ما يكونوا حاسين أنها قوية بشكل كافي عشان تكون في معرض. بس أنت لما بتسمع الفكرة بتشوفي البوتنشل وبتشوفي كيف ممكن تتطور وفين ممكن تروح الفكرة، فيكون الدور هو دور يعني
دور اللي هو الداعم لهذه الفكرة ودور اللي هو الشخص اللي هو برضو really supporter and rooting for this artist to succeed وإنه ينجح. ف وممكن إنه تكون زي ما قلت اللي هو ممكن يكون برضو academic approach that brings more to تركز على ال conversation أو المحادثة بطريقة جدا مختلفة. فأساليب مختلفة لكن أهم شيء في النهاية إنه الفنان من خلال هذه الأساليب المختلفة إنه هو يلاقي حتى الكوريتر اللي هو يرتاح في التعامل معه، لأنه دائما هذا الشيء إحنا مثلا بنتكلم يمكن من منظورنا إحنا كقيمين كيف ممكن طرق التعامل مختلفة مع الفنانين، لكن برضو الفنان هو في النهاية بتلاقي إنه بينجح في بعض المشاريع مع قيمين فنيين معينين لأنه ارتاحوا في هذا التعامل وارتاحوا في طريقة مشاركة الأفكار، وممكن تلاقيهم في مشاريع أخرى ما بيلاقوا نفس ال هذا. فهذا يعني من الobservation يعني هذا اللي أنا لاحظته. وبرضو أرجع لنقطة ذكرتها منيرة اللي هي مسألة it's really interesting لما تعرف برضو من الفنان هو إيش يحتاج. يعني مثلاً it's okay very normal إنه you ask طيب كيف تبغاني أنا أدعمك في هذا الشيء؟ إيش الشيء اللي أنت تحتاجه مني؟ How can I support? What do you think would be helpful in your process? بعض الفنانين يحتاجوا المساحة الشخصية في يعني مساحتهم الخاصة، وما يبغوا زي ما ذكرتوا إنه أحد يسألهم في مرحلة معينة من تجربتهم. It's also understanding when to allow يعني to give that space and to allow the process to take its natural course. لأنه كمان كل فنان بيختلف، في بعض الفنانين يحتاجوا فترة جدا طويلة للبحث والتنفيذ عندهم يكون جدا سريع، في فنانين لا فترة البحث تكون هي مثلا بدأت من قبل ما أصلا الفرصة جات ويحتاجوا فترة أطول للتركيز على عملية الإنتاج عمل الفني. فكل هذه يعني أمور أحس يعني الواحد بيلاحظها في التعامل مع الفنانين، وبتختلف من شخص لشخص، بتختلف كمان من طبيعة المعارض. لا أتوقع يعني أنا أقدر أتكلم من واقع تجربة. يعني أنا مرة من النوع اللي يمكن بزيادة يمكن دمي حار والكل عارف على ذا الشيء، يمكن hands-on بزيادة كده مع إيش طب إيش تحتاجوا إيش كده إيش ممكن نسوي. فأتذكر ما أنساها دكتورة زهرة الغامدي الله يذكرها بالخير أيام ديزرت أكس، كلنا لسه يعني كتجربة أولى طالعين open you know site specific God knows إحنا متى حنملي الكونتينرز كيف حن يعني إحنا البلانز موجودة بس you never know في أرض الواقع تجي aerial shot every day to continue the installation. كل يوم أنا هناك من الصباح لليل أشوف زهرة تهرب مني أجري وراها، والله ما أنسى كل السايت أجري وراها، بنت تقول أنا راجعة بين رايحة هناك تختفي أقوم أجري وراها من فينك ما لقيتك، أنا حسب واعتذر لأنه أنا رحت هناك دورت بس ما لقيتك. بنهاية لفت قالت طب ممكن تسيبيني؟ قلت لها بس أنا بحاول أساعدك يعني. طب قال بس لو سمحت تسيبيني. قلت لها طب بس وكده سيريس فيس حسبت يا زعلان إيش بيك جيت أجلس؟ قالت لا ما في ولا أنا مبسوطة مرة بس سيبيني وأرجعي لي في وقت معين، لأنه حتى هي حست إنه يعني. وفي النهاية لقيت نفسي هناك، ومعليش سامحيني دكتورة زهر يمكن بقول too much information، لقيت أنا جالسة في كورنر مع زوجها which I have to applaud for يعني the biggest supporter أنا شفت ما شاء الله، أنا هو جالسين قالت لك تمشي؟ قال لي إيوه. كنت أنا كمان فيعني هنا حسيت نفسي لو أوكي يعني ما حاخدها بحساسية، أنا وإنت مع بعض يعني نروح نتغدى كده اللي هو خلق. وفي فنانين فعلا اللي هو يعني العكس يبغوكي معاهم في كل خطوة في المشوار. فأحس إنه كل شخص مننا ما في منهجية صح ولا غلط حقيقي، هو طبع هو إحساس هو مين كل واحد محتاج المساحة له. بس النقطة اللي ذكرتيها وجدان وآي ثينك إنه مرة مهمة نتطرق لها اللي هي المنهجية الأكاديمية أو خلينا نقول المغزى الاجتماعي اللي نبغى نوصل له. وأحس إنه هذه مرة فيها اعتقادات خاطئة إنه لا لازم يكون في مرجع أكاديمي أو كل كيوريتر لازم يكون an art historian، كل معرض لازم يكون لي منهجية أكاديمية. طب إحنا يمكن بنعمل أشياء خارج نطاق المؤسسات الثقافية ممكن منهجيتها تكون merely يعني اجتماعية
نفسية يعني منطلقات ومنظورات يعني مختلفة جدا، تكون لسه سياق معرض مكتمل يسرد رواية. وحقيقة أبغى يعني أعرف من يعني حتى ما شاء الله I have to applaud الثلاثة اللي متواجدين معي اليوم، كلهم قيمين فنيين وكل واحدة لها بزنس يعني يخدم المجتمع في الساحة الفنية بطرق مختلفة. عندك سحابة، عندك مثقف، عندك دروازة، عندك يعني كيف تحس إنه هذه المسؤولية الاجتماعية؟ هل فعلاً الكيوريتر والمعارض اللي نسويها سواء كانت معرض أو حتى مسؤولية اجتماعية أنتوا بتقدموها للساحة الفنية لازم يكون لها منهج أكاديمي زي المعتقدات أو لا؟ يعني خل فعلاً نبحر في هذا الموضوع، لأنه شوي يقهرني لما لا مالي كيوريتر، لا والله ما هي an art historian. طب هل في شروط مسبقة أنه أنا أكون كيوريتر؟ هل لازم معرضي يكون له منهجية أكاديمية بحت؟ هل ممكن أنا أخذ أنطلق في مجال مرة مختلف ومنيرة بتطلع فيه؟ جاوبي I guess with regards to this question, it's a big one. يعني with everything there are يعني these sets of laws that you're supposed to be a part of. But I think with curation, what's interesting is that we've adopted a Western, like the Western definition of what a curator is. And when we do that, and I'm saying this as I'm speaking in English, but when we do that, that ends up what ends up happening is you adopt something perhaps that doesn't fit your culture, or that doesn't fit the time that you're in. So نحنا at this point في الخليج بشكل عام, we are really يعني beginning to consider what it means. يعني حتى we can't decide on a word like قيم ولا يعني like منسق ولا none of these words actually give you what it is that you're doing. And so I think that it's super important that we understand that we're at a point where we are self-defining من أول وجديد what it means to be a curator, as opposed to adopting and inheriting a definition that perhaps doesn't fit. Is art history a good thing to have? Yeah, of course, you know, because you begin to understand the importance of art as an object. Yes. You expand beyond the object. And then, exactly. Then at that point, so and I want to go back to perhaps a question of like يعني, of what we were saying with regards to research to يعني, the academic. I think that at the end of the day, what we are looking at with regards to curating يعني, is a continuous cycle. It's a continuous set of thoughts. In the same way that an artist has a through line in their practice, a curator should have a through line in their practice. And I think that's the only thing that they should have, is a through line. So and then it depends how you do it. You know, يعني, you can curate online, you can curate in a small scale, you can curate in a dukkan, you can curate your room. You know, you can, يعني, there's a lot that goes into it that people don't consider. فأحنا, we've adopted the notion of curating from an institutional perspective that has been inherited from the West. So, and this is where the tensions sit for me, يعني, in philosophy and thinking, you know. How do we readdress it? How do we tweak it? How do we adjust to make things make sense for us? I think the only way that you can do that is to be a point of reflection as a curator. You reflect what you're seeing, but at the same time, you're also infusing what you're seeing with what you're thinking. You become the person who ties things together. So I think it doesn't necessarily have to come from an academic perspective. لأن academia is extremely يعني it sidelines you. It's not for everyone. And if art is meant for everyone, then we need to stop having art be something that's inaccessible, whether in language, in thinking, and in يعني like just space, you know. And so I'm going into very different tangents, sorry. But scatterbrain. No, I think we all agreed, us like coming into this, we really wanted to have an open conversation about this. لأنه في نقاط معينة نبغى نتكلم فيها وإحنا نتداولها بيننا وبين بعض. بس حتى أحس إنها مرة مهمة للجمهور والمتلقي العام إنه فعلا يدخل جوا
المسيرة الفنية يعني المهنية حقت القيم الفني اللي نحن نتحمله، إيش دورنا فعلياً، كيف ممكن سواء يجي علينا اللوم إنه والله ما نهجكم أكاديمي أو والله ما عندكم الباك جراوند. يعني طبعاً أنا بتكلم كذا ويعني معانا واحدة ما شاء الله بي إتش دي في سوربون دحين، بس إنه يعني I think I'd be also interested to know من منظورك أنت واضحة على هذا هذا، لأنه I think you combine both and it's not either one or the other، بس يعني هو balance. أي أكيد. بالنسبة حق التخصصات بشكل عام، أنا من وجهة نظري ما أشوف إنه يعني مثلاً كريتر إنه لازم يكون art historian، أو ممكن إنه مو بشرط إنه تكون عنده خلفية أكاديمية. أهم شيء بالنسبة لي إنه يكون واعي بالسياق، واعي باحتياجات الفنان، واعي باحتاجية المتلقى العام الناس. بس في نفس الوقت بالنسبة حق موضوع الكريتر اللي عنده خلفية أكاديمية متخصصة، أنا بالنسبة لي يعني أشوف إنه يعني ضروري إنه يكون في إنه يكون عندنا كريترز عندهم خلفية أكاديمية. ليش؟ لأن إحنا قاعدين نعيد كتابة تاريخ الفن في المنطقة، لأن أغلبية تاريخ الفن تمت كتابتها من منظور مختلف. فبالنسبة لي إنه يعني مهم ضروري إنه يعني إن إحنا نأخذ هالمسؤولية، نبتدي مشاريع بحثية عشان نضيف ونساهم في كتابة تاريخ الفن. لأن إحنا حالياً صح إحنا نحضر معارض فن معاصرة إلى آخره، بس هل المعارض كلها راح تكون جزء من تاريخ الفن اللي إحنا قاعدين نكونه؟ فهاي هي النقطة. هل هذا كان الدافع إنك بالضبط؟ بالضبط. وطبعاً مثقف هو مشروع إنه يعني له وجهتين. الوجه الأولى هو موسوعية ننشر فيه يعني نفس مقالات وسير ذاتية للفنانين، بس حتى إنه يعني حابين إنه نبني نفس خلينا نقول داتابيس ونجمع فنانين من جميع الدول اللي هي في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وفي نفس الوقت إنه يعني we engage مع الأرتست اللي هم في بداية مسيرتهم الفنية، بفنانين اللي هم في وسط مسيرتهم الفنية، أو حتى اللي وايد إنه فنانين اللي مؤسسين نفسهم، لأن حابين إن نعطي المنصة للجميع ومنصة حتى للي تابعون مثقف، أو كثير إن نأخذ ونعطي معهم. فيها اللي هو الواجهة الأكاديمية، بس في نفس الوقت فيها الواجهة الاجتماعية. And I think ما شاء الله يعني each one of you guys سواء كان من سحابة consultancy which also gives a consultancy service for also artists I believe as well as collectors and you know and a curatorial service مثقف والأرشيفات اللي مرة مهمة لنا في حياتنا and يعني the curatorial lab that you're creating منيرة I think is very very interesting للاحتياجات اللي موجودة عندنا، وخاصة كمان الاعتقادات الخاطئة إنه التقييم الفني يعني محصور على أو يقتصر على المعارض فقط. يعني أتوقع إحنا اليوم بنعيش أكبر مثال إنه البرنامج الثقافي اللي بينا للدرعية بحد ذاته كان في يعني تقييم ثقافي let's say it was يعني curated بطريقة، and I think it's يعني it's very interesting كيف نغفل مرات على إنه أهمية curation in our life إنها تنطبق على كل شيء. إن أتذكر كنا نحكي earlier على publications are curated، programs are curated، and I know Munira you're very much involved with programming and I think they're just as you know equally important to exhibitions. And I can't say that because I might be biased here, but لا I'm not. يعني I on a serious note and I'd want to know from your experience ك reactions حقت المتلقين كانت أو
And I think programming is a very important element to curate. مثلاً, at the very beginning of an exhibition, you are thinking about three things. You're thinking about your publication, you're thinking about the exhibition, the physicality of the exhibition, and then you're thinking about the public program. The public program is the sort of the tentacles that extend out and bring people in. It is what humanizes the exhibition. The in my opinion, and the public, the publication becomes sort of the theorizing. It becomes the academic. It becomes the thinking. It becomes the philosophy. It becomes invited writers to react and respond on a more in-depth level. وانا يعني, if we're gonna talk bias, I think the publication is the most important thing. نبدأ. Yeah. Let's get going. I think in the publication is the most important because that's what lives on. It's what lives on. تظني في في تظني في ما أبغى أقول في يعني عطش تعطش ال publications لنا في العالم العربي. 100% يعني إذا تشوفين we have a lot of outside of catalogs you have a lot of يعني there's a lot of these magazine spaces that are coming out. بس ليش? This goes back to what we were talking about that we are writing our contemporary history as we speak. Hence we do not need to be art historians because we are creating history with what we are exactly doing as exactly curators. And so in your curatorial practice shouldn't exist only and just in exhibition making. That will leave you disjointed completely from the reality of your own practice. And I think that continuity is essential. And now what you want to create is a ripple effect at the end of the day. You want to toss your stone and you want to see things يعني, branch out and continue to extend. But what you're looking at is the extension of community. You're looking at the extension of culture. You're looking at the extension of language. And these things are major elements. يعني, you as a curator are, it's like يعني, my forever plea is explaining to my father what I do and why I'm always so tired. Are you sure you want, us to go there? You know what I mean? لأنه أنا إلى 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 إلى, إلى اليوم أتوقع أتحداك لو جبتي جواب من أمي على أنا إيش أسوي وليك اللي تبغي وأدق عليها بعد الفانل يعني خلنا نقعد with your mom afterwards the sandwich until today when I first graduated and I must say that no way when I remember أول ما تخرج وعملت my research وأنا my background صراحة was not in curation أنا يعني I fine arts and then after that art business and then my research was on the art scene and the market you know that was back in 2009 and can you delete that عشان my background بس I remember لما سويته وتخرجت وسويت ال research بعدين قررت إنه I actually want to go into curation فكان like يمكن a year or two after فقعدت أحفظ ماما أنا إيش أسوي ماما ترى أنا كده وخرجنا وأحد جاء سأل قال بنتك إيش تسوي كانت something in between graphic design and architecture yes, my sister is an architect and my other sister is a graphic designer she combined both she decided that I'm a curator but I'm something in between فيعني أتحداك لليوم لو سألتيها حتديكي بس جواب شوية مختلف maybe شوية elevated من something in between but I think this is also goes back لي إحنا هل عندنا ثقافة أو وعي الأدوار المختلفة اللي نلعبها في العالم الفني عندنا أو I don't want to take too much time لأن I just want to give a perspective that comes from our contemporary history in the Emirates I was working on محمد أحمد's archive for the Venice Biennial this year إن شاء الله و for the publication و his archive عبارة عن lots of images lots of papers cutouts يعني and nothing is synchronized and you know it's just Muhammad Ahmed you know in his organization like it's his own personal sort of way but what we were talking about was دور الفنان كcurator في الثمانينات زين وهالشيء وانه ما كان فيه يعني هالفكره ما كانت اصلا موجوده
حسن انت اللي عليك انت المعرض الحين اللي في الشارجة الجاي مثلا حسن will come and he'll be like okay I'm sitting in at this place and any artists that are interested in the biennial يعني early 90s let's say خلهم يجونوا يراوني the work so there was an informality that existed there was an informal curator that existed but they were never formally addressed or يعني sort of labeled as curators yeah 100% that's ironic لأنه لما ترجعي أصلاً للمعنى أو التعريف حق ال curator which يعني goes back to the, you're taking care of he took care of the exhibition exactly. he took care of organizing mm-hmm. it he took care of putting it together mm-hmm. and I think and this is you know this is where we're at today whether you want to identify me as a cure يعني ما عاد عندنا فعلا تعريف معين او تعريف محدد واتوقع this is حتى where we stand today with a fast paced world post pandemic عايشين في سرعه مهوله what's the future for exhibitions what if like we're moving beyond زي ما قلنا beyond the object you move beyond you know is it you know اتذكر مره you know Hans Ulrich was saying you know it's he quoted Timothy Morton about saying something about hyper objects and it's like bigger objects like you start not even looking at small objects that you're curating you're looking at you know the climate the weather the environment the experience and I think this is something that we kind of need to think of today we were just discussing this like the future of exhibitions and which Dan you were saying like is a virtual exhibition necessary if كل مكان do are we going into you know digital very much that we're omitting the other you know do we follow the trend like all of these questions اللي احنا صرنا بين نارين basically ترضي الجمهور ولا ترضي الفئه المستهدفه معينه ولا انت للمتلقي العام and comes the question of who are you curating for and what is the future of curation or what is the future of exhibitions ف إذا تقدر نعيد الحوار اللي كنا no because I think it's very interesting هل فعلا المعارض الافتراضية ضرورية هل معرضك ناقص بدون ما تكوني مين جاوب أيوه بدون ما تكوني له معرض افتراضي هل لو ما دخلتي ديجيتال معناه معرضك ناقص you know مين يحدد والله يعني again كل الأسئلة ما شاء الله عليك رهيبة اليوم بس أبغى أرجع لنقطة أول شيء جدا جدا مهمة وهي إنه الحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله البرنامج الثقافي حق البيناري وأجان ما أبغى أكون برضو biased بس يعني جزء يعني جدا 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 مهم من تجربة الجمهور إنهم هم they experience البيناري اللي هم يعني الطريقة اللي أنا دائماً أنظر لها إنه يمكن المعرض أو المعرض هو بيطرح السؤال وممكن الجمهور يلاقي جواب من خلال البرنامج الثقافي فهي بتكمل بعض فأنا بس كنت حابة أرجع لهذه النقطة إنه أقول شكراً رنيم حقيقة على المجهود الرهيب بس نرجع للسؤال ملهم من معرضك فيعني it goes back to you صراحة يعني كمحتوى وكمضمون it goes back to you صراحة بس السؤال اللي هو طيب ال virtual space and how do we explore it طيب إيش يصير أنا أفتكر إنه إحنا لما بدأنا كنا نناقش هذا الموضوع اليوم في our preparation ولا التحضيرات لهذا البانل كان السؤال برضو أيضا على ال sustainability ولا الاستدامة فدائما لما إحنا برضو بنفكر في موضوع طيب يس البابليكيشن ولا الكتاب ولا الدوكيومنتيشن حق الايفنت هذه شيء it lasts and it continues on and it's important to document هذا الجزء for art history for future generations لانه I think اغلبنا احنا we keep relying on exhibition catalogs actually as our main source of identifying or understanding مثلا the art history in the region and conversations and all of that بس when we think about the future طيب or we think about accessibility طيب الناس اللي هم ما يقدروا physically يحضروا can we provide a virtual platform for that بس برضو في نفس الوقت دائما أنا أشوف أنه طيب the beauty of exhibition is the physical presence in the space أنه أنت مو بس بتشوفي العمل عشان تشوفي شكله بس بتشوفي كمان موقعه في المساحة بتحسي كيف
السبيس ات فلوز، بتشوفي ناس كيف هم بيشاهدوا الاعمال الفنيه او كيف ايش الرياكشن حقهم. فهذه كلها اشياء انا احس ات دزنت ريبليس الاكشوال physical presence in an exhibition space. بس ممكن أنا أنظر لها بطريقة مختلفة، ممكن أنظر لها إنه هي طريقة to document and to provide access but not to replace the presence in the space. ف it's a very interesting question. وكيف ال future حيكون حق ال curation I do wonder. I hope we get to see it as well and to be part of it. But it's a very interesting question that would love to also hear. Please, I want to know from one of them. Yes, for the physical exhibitions, it's a fad, right? And we always say that the internet is forever. صح، عندنا حاليا بسبب الجائحة اللي مرينا فيها الـ virtual exhibitions، بس أنا بالنسبة لي طبعا they do not replace the actual exhibitions. بس في نفس الوقت إنه هو تسجيل، هو توثيق الإنترنت، إنه يعني هو نفس ما تفضلتي إنه يعني it keeps the records. ولأن إحنا نظهر بمشاريع نتعب عليها، نبحث، نبني علاقات، يكون في جيش من الناس اللي يشتغلون على مشروع معين، بعدين هالمشروع نتيجة المشروع تكون فانية لأن الاند ريزولت يكون اللي هو الاكزيبيشن. بس إنه يعني الاكزيبيشن يكون مدة خلينا نقول 3 شهور، بس إنه بعدين الأشياء اللي توثق اللي تروح على الإنترنت فيرتشولي تتم دائمة. فبالنسبة لي أنا أشوف إن الفيرتشوال هو مكمل، بس ما يعني ما يأخذ، ما مش بديل للفيزيكال إكسبرينس. Yeah, I'm in agreement. I think in they're two separate things. They're not the same. The moment that we realize that one shouldn't replace the other is the moment that we can utilize both for what they can give us. Having the online is—it's important for accessibility, that's important. But getting and going through an exhibition online is very different than getting the feels and the reality. Yeah, you know, reality of a physical exhibition. So, what is it that an online exhibition does? It does. But it's a very romantic idea that it connects more than, you know, يعني like. Because think about the beginning of COVID. Think about all of the online exhibitions that existed. How many of them did you actually see? You know, you can flood the internet with exhibitions, but that's not a. It's not a solution. It's just an alternative way of expression. So I think that you have to. يعني, they're a tag team. I don't think. يعني, I think the last exhibition that I had at the Middle East Institute in DC. Was made virtual, and there's a physical exhibition and there's a virtual exhibition, and I experienced both, and it almost feels like it's there to draw people in, but it's also there in a way that's extremely flat, you know, in comparison to the reality of the exhibition. I think they're two separate tools. You just need to know how to use them and when. على سيرة الفلات. Okay, كنا أنا وأنتي in conversation earlier, and we were discussing curators that not necessarily understand the demographic of the area they're working in or the space. And I know you touched upon it مرة بساطة earlier, بس استوقفني شيء قلتيه صراحة اللي هو قد إيش مهم للقيم الفنية عشان ينتج معرض يكون متعايش ومتفهم للديموغرافية اللي حوله، يكون واصل، يكون في الأفرت إنه يفهم هو قاعد يتعامل مع إيش. وأتوقع يعني هل أنت قاعدة تشوفي إنه يمكن في نمط معين قاعد يصير يعارض هذا الشيء حولنا؟ 100%. Anna, there's a term that I always use and always comes up in most of my conversations or talks that I do. But the idea of a parachuting curator. I think in
الكيوريتر لازم يكون من واقع الأرض اللي هو فيه، لأن إذا ما كان then ما في there's no connection، خلاص الشخص فاصل من الحقيقة. ويعني كيف أنت تحسين on behalf of the artist to talk on his behalf or to تربطين his work with another person's work if you don't really understand the environment that he or she comes from. I think that it is extremely problematic, this idea of the parachuting curator who comes in, and we see this a lot in the Gulf, comes in for a week every 2 months, and then what, I'm going to put together a show on Gulf artists, you know, and you're just like, this can't be. This doesn't make sense. And you end up seeing frustrated artists who are trying to get a point across, but instead of the point being there, which is your job as a curator, it becomes hyper-romanticized, it becomes everything that we were saying initially. يعني you become the voice. It becomes about you. It doesn't become about the artist. And everybody knows that the curator is you're the behind the scenes guy. You know, يعني as much as we are getting a lot of attention as curators in the Gulf in the last 10 years, let's say, but with that said, يعني your practice should be in the understanding that it's the artist is first and you are very much secondary. You know. 110%, 100%. يعني and but the issue becomes that we are there is this influx of you know curators who live in Berlin or live in London, and it's for whatever reason like it's a real يعني it's a reality. I'm trying not to self-censor, but I'm trying to speak very clearly. I think that the reality is that we have people flying in from the outside world with their constructs of curating, what they believe curating is, what they've inherited as curating, and they bring it in, and they don't, there is no rabat. But I think kina yijil, the beauty of, you know, co-curation, of allowing for assistant curators to get involved from the region, so it's like, you know, fee nourishment, fee في ثقافة قاعدة تتداول, في knowledge transfer قاعدة تتداول. It's a win-win situation where they get an easier access into, you know. But let me ask you this: why is knowledge transfer always looked at as somebody coming in to give us the knowledge? I meant knowledge transfer as the local on curator the other way around. Giving okay. other curators yes. the knowledge Ooh. That they need to contextualize what they're trying to put forward. Completely with you know what I mean? They will not be, it's like the people on the ground are their legs. They cannot move without them. They cannot think without them. In my opinion, nothing can be done without the locality of the individual. And I think about the local not as citizenship, but as يعني, participating as an equal on the ground with everybody else. يعني, you know, I mean, I'm from the Emirates, so the Emirates is but a lot of people, and we as Emiratis are a minority in the country, but you end up having to have conversations, but it's a wider scope. يعني the reality is wider. So يعني when I speak about locality, I'm not talking about just, you know, this one thing. يعني yeah, I can go on about this, but I wanna... I agree with you completely, but the pattern then that we're witnessing at the moment is that what a lot of Gulf countries are trying to do is to localize the global and globalize local. And that's why we have, you know, these parachuting creators who come in, because we have this global projection, but then at the same time, we need a local projection that... So let me ask you a question. If we want to have a local project, if we want to have a local projection that projects globally, how do we do that من غير ما احنا نكون our own voices? انا اتفق معك 100%, بس ان that's unfortunately that's my reading of what's happening. يعني this is the meaty part of the conversation. لا اقول do you have a question for me? No, okay. I think شوفي, it's a very interesting صراحة angle, but في نفس الوقت it's أنا ما أحب أعمم لأنه at the end of the day there are a lot of things that we are learning, you know, and I must say يعني حتى leading my examples of all of us co-curating or working with other curators
there are a lot of things that we do learn along the way of experiences and expertise and not necessarily definition of what your role might be, because I think, and I might take this chance to end on this note, and I think, you know, by nature, we're caring female curators. Sorry, أنا مرة ما أقصد إنه female versus male curators. بس تفكيري أنا الشخصي إنه there is a reason ليش دائما إنه it's. Or actually, let me ask you guys and close on this note: if you can write a percentage of female curators versus male curators in the world, ممكن wait 1 second. The music. Percentage of female curators versus percentage of male curators in the world, Masa. Disqualified, Masa. معاذ, you googled, واضح. غشاش. Honestly, we don't know. Honestly, we really do not know the answer to this. And unless any of you guys know the answer to this, we don't. But I think it's interesting to just see the perspective من obviously the audience. And from حتى we don't know that, but we think that there are more female curators than male curators, but maybe we're wrong. I don't know. We'll check it out. We'll search more. And no. I think, huh? No. I have the answer. Enlighten us. Masa, you're wrong. Maad, you're wrong. Anyway, so thank you, ladies. Thank you. For thank a wonderful, you. Insightful conversation. Shukran, يعني للجميع على إنصاتكم. If anyone has a question, you can write it on the board. No, I'm joking. You can ask away. I would like to, hi, a question to all of you, especially you, Raneem. Would you give classes? I know it's something that is like you learn how to swim, you just have to swim, and you can swim in any way possible, as we understood from the summary of all of this meeting. Is there a way to have it educated, learned classes? I mean, I personally don't give classes, but there are certainly classes of like curatorial studies and curatorial management. And please, girls, if there is anything I'm missing. But I think you're more than welcome with any of like future exhibitions or things that you know I do. It's more about being. I believe that it's more about the experience than it is about learning. I come from. Not a curatorial background academically, but I'll leave it to you guys as well to answer. I think I want to add to that because أنا إنسان عملت سنتين masters in curating contemporary art. I tell you, حقيقي يعني yes, it was interesting to see how you know different forms of curation, this and that, but. You truly, truly, truly learn by doing. يعني once you get involved, once you start putting on, whether it's a small exhibition, whether it's something virtual, whether it's this or that, but it's through the interaction, through seeing how the public receives it, through seeing how you approach it, that's the best way to learn about it. لأنه
2 years even in a top school for curation, it doesn't prepare you for anything. Yeah, down. Apart from understanding best the global context of what curation is, and academia in a sense, that it provides you with an opportunity to legitimize, let's say, one's practice in a sense at certain moments, as we all kind of like feel that it's part of the situation. And then they ask whether, oh, did you study art history? Did you study curation? Did you study Hada? Although honestly, I feel like it's irrelevant to actually be a practicing curator. Al-khibra. Yeah. Really. Well, curiosity curator. Synonymous to curiosity. For sure. You must always have a any other questions? I have one. So thank you, ladies, for this very informative and inspiring talk. I'm going to flip the question to you guys that you asked us initially. If you could describe your curation or the way you're connected to curation in one word, what would it be? One word. Therapist. I mean, one word, صعب. أعطيني كلمتين. طيب. الأولى therapist. For sure. أكتب لك على الصبورة. What else? I mean, you're listener, investigator. Do I have to give a third one or? أغششيني طيب أخدها. Caregiver. I think that's a given. صراحة. A given, yeah. Like you're like multitasker for sure. Octopus. Yeah. For sure. Who? The octopus. أخطبوط تقول. No, but for sure, multitasker for sure. And a therapist. Yeah. منيرة, would you think? I think you're like a connector would be my one word. A curious connector, to steal your word. But yeah, you have to be curious. Definitely multitasker, but also an observer. So an observer of someone's practice, an observer of the context, an observer of the space. So definitely I would say these two. Thanks, Nell. Thank you. Thank you, everyone. شكرا جميعا.